ما تقوليش لي لاله مولاتي باقي ما بديتيهاش بتخميله ديال العيد. من بعد هذا الفيديو الحماسي بامتياز مستحيل تشوفيه، ما تنوضيش جبدي شي قنت. صراحه البنات يعني التخميله ديال العيد حلاوتها بوحدها، ما كاينش شي قنت في داري ما جبدتوش. وقلت علاش لا ما نشاركش مع الحبان، يعني صراحه فيديو مختلف تماما على الفيديو ديال ايمي بيوتي اليوم بوجه كيف ما كتشوفوا، يعني مكشوف غادي نوريكم يعني الحداقه ديال ايمي بيوتي، يعني نبعدوا شويه من الجمال ونجيب الراحه النفسيه ديال كل امراه وكل ربه بيت وكل ام انها تشوف دارها نقيه ومتوله من أ حتى الزيد على حقها وطريقها. ما كاينش شي قنت ما جبدتوش، ما نكذبش عليكم. وهاد التخميله غنقدر نقول لكم انني كنديرها كل هكا، يعني هاد التخميله الكبيره واحد كل شهر ولا كل شهرين كنقلب الدار. كنقول لكم البنات ما كاينش شي قنت ما جبدتوش كنأكد، واكيد ما نسيتكمش باكله اكثر من رائعه ومفيده، خصوصا هكا الامهات اللي عندهم اطفال ما كياكلوش لهم هكا الخضر ما كتبانش نهائيا، كتجي معلكه ولذيذه وما تشبعوش منها وما غتبقاش فريمون تخطاكم في يعني في بلانينغ ديال الاسبوع ديالكم ديال الاكل. وعلى بركه الله غنبداو الفيديو ديالنا. ومني كنقولوا التخمير خاصنا الطاقه، يعني خاصنا علاش نوقفوا، خاصنا فريمون البنات هكا نحاولوا يعني نفطروا مزيان باشكم راكم عارفين ملي كنتخشوا في التخمال كنساو الطياب. وبالنسبه لي انا ما نكذبش عليكم ملي كيكون عندي لو كرو ميراج ما كنحملش نطيب ولا نشعل البوطه، صافي كنبقى فريمون مديه في الطياب. يعني غنقول لكم انني كنكوموندي اي حاجه من على برا، اللي كان دي بيتزا دي ساندويتش اللي كان البنات. فاول حاجه بدينا بها هو الصالون، يعني حيدنا كاع سدادر الشراجم كلشي تغسل كلشي تحك. وهنا غتشوفني كنحك في الزربيه، علاش هاد الزربيه راها مصبنه راها محكوكه راها فريمون البنات، يعني ولكن بداو لي هكا شي طبايع وقلت ندوزهم. وبيان سور هكا مني حطينا سديدرات نفضنا كلشي، درت لاسبيراتور. بغيت نتبين لكم على هذه النقطه المهمه، اي دار صراحه خاص تكون فيها اسبيراتور البنات كتمص الغبار. هذه البنات ديال لا تركي صراحه عاد خديتها وكنصح البنات بها حيت زوينه. اش غنقول لكم كتشفط، عرفتوا البنات هنا راه هي شافطه فريمون كنحركها وهي خفيفه ما كتحسي بها لاصقه على الزربيه، يعني كتاسبيري لك كاع دوك الغبار ميم البنات مصبنه وعاد فرشتها. يعني انا التخميله اساسي انني باش نحط الزرابي ديال الدار حيت بدا الحالي برد، ولكن يعني ما كتبرد لك القلب الا اسبيراتور البنات، يعني كتحيد لك دوك الغبار وكلشي. صراحه اللي بغاها غنخلي لكم النمره هنايا وفي صندوق الوصف تواصلوا مع صفا، يعني الثمن ديالها البنات معقول بارابور الخدمه ديالها، وكدير توصيل فابور حتى الباب ديال الدار. وباش كتنقيها عند الفلتر ديالها الساهل كتجبديه من الوسط وكتنقيه وكترجعيه. صراحه عمليه بزاف وجاتني مزيانه، كنعاود ناكد انها شفطات لي فريمون البنات كاع. كتعرفوا كيكونوا هكا خيوطه خمله عندكم يعني زوينه، انا ما نكذبش عليكم كاين كتكون الاثمنه ديالها باهضه ولكن هذه الثمن ديالها مناسب. من بعد ما سالينا من الصالون يعني قلبنا السفاعله، لا باش ما نكونش صراحه نكون يعني معاكم صريحه، انا في هذا لو غون ميناج كنجيب السيده اللي كتعاوني. انا ما عنديش يعني بزاف كيقولوا واش عندك خدامه، لا البنات انا ما عنديش خدامه، ما عنديش مساعده ديالي، ما عنديش شي مره اللي كتعاوني زعما في وليداتي في الدار. كنبقى بوحدي بعد مرات مضاربه هكا مع شغل الدار مع وليداتي، بعد مرات كتجي ماما وكتمشي وهذه هي الحياه. فبالنسبه ملي كنبغي ندير هكا الميناج الكبير كنجيبها الله يعطيها صحيحتها والله يخلي لها وليداتها. صراحه هي متتبعه ديالي كنوجه لها تحيه من هنا، الله يحفظك يا نجاة ويخلي لك وليداتك كيف ما شفتوا يعني. ولكن اش غنقول لكم كنحاول صراحه ندير يدي بيديها، زعما راكم عارفين سورتو هما ما غاديش يعرفوا انهم يصايبوا لكم كل شيء. وكنقول يعني الامهات اللي عاد والدين تكيسوا على الفتحه، اللي قديتوا عليه ديروه، اللي ما قديتوش عليه ما ديروش، يعني تكيسوا على راسكم. فهنا يعني بيت نعاس حتى هو هادشي كله البنات، راه حيدنا الناموسيه حيدنا كلشي، راه كلشي تمسح كلشي تغسل كلشي يعني كلشي كلشي. يعني هنايا كنحاول نبين لكم يعني ما بغيتش ندخلكم في قلب الموضوع، كنحاول زعما نحطكم في الصوره وصافي. هنا البنات حيدت كاع الماكياج كاع الكريم كاع السكان كير ديالي كله جبدتو، اي حاجه ما استعملتهاش ما حطيتش يدي عليها شهر شهرين حيدتها. البنات الا بغيتو بيتكم يبان متول ويبان مطرف ويعجبكم
حيدوا البنات الكشكش وحيدوا التبقشيش. انا نقول لكم ما تربيو الكبده على حتى شي حاجه، شي حاجه ما استعملتيهاش. انا كنقولوا كاملين لا هذه غنستعملها، لا هذه خليها، لا لا البنات ما تخليهاش. انا هادشي اللي قلت، خلي داكشي معدود معدود، حتى اللي بغيتي تشري شي حاجه اخرى وتحطيها كاينه بلاصتها ودخلي. ماشي حنا حاطين شي فوق شي فوق شي، حيدت البنات كلشي، اي حاجه ما بغيتهاش. يعني كاين داكشي باقي مزيان، باقي داكشي كيشعل، باقي داكشي جديد ما كنستعملوش، استفد منه واحد اخر. يعني المهم هنا بديت كنستفها كالمكياج اللي غادي نحتاج لي فريمون كنديرو. اي حاجه ما حطيتش صبعي فيها شهر كنحيد عليا، ما نكذبش عليكم. فهنا كيف ما شفتوا هاد درتو لي كريمات اللي غنستعملهم يوميا، مرتب ديال رجلين، لي زاكسيسوار، مرتب ديال الشنايف، داك لي زاكسيسوار جمعتهم تما، والاخر درت فيها كالمكياج اللي كندير لي باليت البنات وداكشي. وهنا جبت هاد لي تروس كان فيهم الماكياج، ونعاود البنات غادي نصبن سورتو هذاك لا تروس، يعني حيدته، الاخر باقي جديد. فحاولت هكا نمسح كلشي، كتكون هكا فايطه تكون فازقه شويه، وكنمسح كاع الميكاب ديالي. راكم عارفين ملي كيكون شي تروس هكا كلشي كيتوسخ، فاش يبان داكشي منظم وزوين ولا تروس ديالك تبقى نقيه، يعني نعاودو نمسحو كلشي. هنا بالنسبه لهاد لا تروس درت فيها الماكياج اللي غنحتاج يوميا، يعني هكا باش كنطرازي حجباني، لونتي سير، انفيكساتور، روج ا ليف، ماسكارا، الله يجعل البركه. الفوق درت لي روج ا ليف جاولي. بغيت نقول لكم ذكرى مولد نبوي البنات، عيد، عيد مبارك سعيد، عواشر مبروكه، بالصحه والسلامه وكل ما كنتمنى، والله يحفظ عليكم كل عزيز وغالي، والله يفرحكم. وصراحه من حنا صراحه سوق العيالات المغربيات معروف علينا الحداقه والتاويل. عندك اي عيد ضروري من رجل الدار، عيد الاضحى ولا عيد الفطر ولا ذكرى مولد نبوي ولا كنبغيو هكا، يعني نحسو بالنفسيه مرتاحه وكذا، كيجيو عندنا الحباب وداكشي، كنبغيو هكا تكون الدار نقيه. فكيف ما شفتوا خليت غير لي كريم اللي غنستعمل يوميا، الروائح اللي كنستعمل يعني كيف ما قلت لكم يوميا، يعني بان داكشي نقي وداكشي متول، واحد الراحه يا البنات، واحد الراحه، واحد الراحه، واحد الراحه. مني كتخملي دارك كطيح عليك واحد العيبده كي خاص ضروري موراها حمام، ياك البنات تخميله يعني الكبيره خاص موراها حمام ديال المعقول. فهنا كيف ما شفتوا كنحاول نوريكم انا فريمون خليت داكشي معدود على رؤوس الاصابع. وي هادشي ما كيعنيش ان هادشي اللي كاين، لا فريمون زعما داكشي اللي شنقول لكم بحال لي باليت اللي عارفه راني غنحتاجهم هكا في فصل الشتاء، ولا لي كريم اللي يعني عندي منهم جوج ولا داكشي طرفتهم، يعني ابار يعني ما نستعملهمش يوميا، ولكن اليوميات خليتهم قراب ليا هنايا. شوف البنات هادشي كله راح يدنا الكوافزات صغار، ناموسيه، كلشي كلشي تمسح فوق المارية وكلشي، غير هنا كنحاولوا لكان شي غبار، كان باقي شي حاجه. راكم عارفين حنا راه ما يمكنش، سورتو انا مع المرايات موسوسه، ولدي غيحمقني. تصوروا البنات راكم عارفين كاع الاطفال كاع الدراري الصغار عندهم مشكل مع المرايه، بحال كيبقاو يهضروا مع راسهم وداكشي. المهم كنتسنى منكم بعد هاد الفيديو الحماسي، خصوصا زعما اللي كملتوه حتى الاخر وختمتوها ليا بهذيك الوصفه المعلكه المفيده الصحيه اللي غنشارك معكم، وديروا التخميله وتجيب عندي تحت تعليقه ايمان استفدنا منك وعطيتينا شحنه ديال الطاقه. ماشي استفدتوا مني، راه اي امراه كتفرج فيها راه عندها حق من الحداقه، غير وكان خاصنا هذيك الشحنه. انت غتجي ملي كتفرجي كتقولي الله علاش انا ما نوضش ندير بحال هكا شي حكه لداري. كاينه البنات ولا ما كايناش؟ كاملين كاملين. بعض المرات كيطيح لنا شي عجز من حيث لا ندري. كيف ما شفتوا يعني خصوصا هكا ملي كدير كوفغلي جديد وداكشي، واحد القضيه بغيت نشير ليها. بزاف ديال البنات كيقولي علاش ما تبدليش سورتو عندهم مشكل مع الظلامه ديال الصالون. البنات راه فريمون انا ما نقولش لكم اش باغا ندير في الدار، راه ما نقولش لكم راه باغا نعجب، ولكن الى كتاب والى بغيتي دي مولانا باغا نتحول. ساكنه في مدينه بعيده شويه على دارنا، انا مولفه البنات محمديه، فصراحه بغيت نرجع لمدينتي، دعيو معايا رجع في اقرب وقت. انا باغا ندير بزاف ديال الحوايج، بزاف باغا ندير ستور ديال الكوزينه، باغا نبدل الصالون كامل، باغا بزاف ديال الحوايج، ولكن
هاد الدار باغا ان شاء الله نتحول منها اليوم قبل غدا. ما نكذبش عليكم، نتوما وليتو عائلتي الثانية، مابقيت كنخبي عليكم والو. اول حاجه دار الصراحه صغيره، يعني حنا تبارك الله ما شاء الله، الله يحفظنا، ولينا اربعه ديال الناس، يعني جوج اطفال، يعني كتزاد روينه كيتزادوا. فين خاصك اقسم بالله البنات، الا فريمون زعما البلاكار ميم ديال الكوزينه راه عمر وليت كنبغي نشري شي حاجه كنفكر فين غنديرها، وليت كنبغي نشري الجوال ولادي كنفكر فين غنديرهم. بغيت صراحه الكبر مازال، وبغيت نقرب من ماما. شوف ماما مسكينه كتجي عندي وكتولي عاوتاني ترجع تشوف عائلتها، تشوف خواتاتها، تشوف حبابها، كنحس بانني صراحه بحال مغربه. فهكا بغيت نرجع، بغيت نقرب. انا اصلا مول في هذيك المدينه، وهنا غتفهموني اي وحده يعني كتبعد على مدينتها كتحس براسها مغربه ووحدانيه. يعني حنا كنزادوا بالفطره وعلاش ما ولفنا. فكتشي اللي قلت لكم الحباب والصحاب، يعني بالنسبه للصالون وداك الشيء راه ما كرهتش، ما نقولش لكم يعني ما نشكرش لكم الذوق ديالي، يعني راه ندير داك الشيء الفريع ديال الفريع، ولكن نظرا انني البنات باغه وعندي فكره ديال نتحول اليوم قبل غدا، فما بقيت باغا ندير والو. ميم البنات عندي كوزينه كيدخل ليا الشمس بزاف، وباغا ندير ستور، وكنقول صافي ما بقيت غنزيد والو، مازال كنزيد يعني تقول لي يلاه فرجت السيجور، يلاه درت بزاف ديال حبيبي بيت ولادي، بزاف ديال الحوايج، كنقول لا صافي ماشي مشكل، باقا ساكنه هنا واحد شويه ندير. ولكن دابا البنات ما كذب نتوما ماشي وحدين اخرين، بقيت بغيت نزيد والو. دعوا معايا، الله يرزقنا ولا يرزقكم كاملين. ان شاء الله تيسر الامور وتحول قريبا، وشي دويره تكون محسن وما كبر ان شاء الله، والله يعطي كل وحده من وات في خاطرها ان شاء الله يا ربي. فهنا من بعد ما سالينا من البيت وريحناه وهكا كيف ما شفتوا معايا دزنا هكا، انا دزت اش نقول لكم، يعني كنخلي هكا ماما ولا السيده يعني كيمشيو، انا كندخل البلايص اللي ما يقدروش، يعني بحال الدوش لي برودوي. اجا جبت واحد البانيو عاوتاني ودرت كل شيء هوتو، كان عندي واحد لي زيتاجير من غير هادو، حيدت كل شيء دوك لي برودوي اللي ما استعملتها الشهر كنحيدها، كذبش عليكم كل شيء عاود تقديت، كل شيء تما مسحت، عقمت الدوش كله، تحكس فيه بابا لا لا ريحه النقابه يا البنات محتاجينها. اش غنقول لكم خصوصا الحمام، الحمام كي خاصو يتعقم يوميا، يتحك يوميا، هو اللي كيكون فيه لي باكتيريا بزاف، راكم عارفين اعزكم الله، يعني هو بيت الراحه وفين قضيو يعني الحوائج ديالنا وداكشي. فهنا عندي هاد لي زيتاجير دايرهم في الدوش صراحه نافعيني البنات بزاف، دايره فيهم لي سيرفييت. كاين مشكل كتحشمي جو دافعه فك اري واحد فوطه ممكن انت تنسي ما تحطيهاش، ممكن فهادو دايره فيهم الفوطات الكافيين اللي غيحتاجو، يعني ديال اليدين ولا ديال الوجه، ممكن يعني غياخذو بدون طلب بلا ما تحرجيهم ولا ما تحرجي انتيا. فهنا خليت داكشي اللي غادي نستعمل، سينيال، بامبوش، لي برودوي ديال الوجه، داكشي غادي صافي طرفت، يعني ملي كطرفي داكشي كيكون لداخل ماشي على برا كدوزي، الا خاصك طرفي حاجه اللي ما استعملتيهاش نحيدها، الصابونه صافي ما بقى فيها والو نحيدها ونغسلها، هذيك كلشي تغسل كلشي تحك، وندير هكا دي برودوي اللي هما جداد صافي. هذه اللي غسلت معاكم وداكشي درت فيها دي سيرفي اللي هما حتى هما جداد ونقيين، ماشي لا تعلق قبل دياب تعلق قبلنا حنا، يعني غير مول الدار يبغي فوط اعرف فوط راه ما بقاتش فوط، اللهم كلشي حداك كلشي قريب ليك. فهاد السيجور كله صراحة تحيد من بلاصتو، تجفف كلشي تمسح، صراحة حاول جبت هادو ديال الفوغيغ حيت شوية سخان، عاود حيدتهم الصيف ودابا عاود جبتهم وطرفت بيهم الدنيا، وأي بلاصة كان سالي منها كنحاول هاكا نريحها. دخلنا الكوزينة بيان سوغ، حيدنا لاماشين، حيدنا التلاجة، كلشي تعاود تاني تنظف من أول وجديد، يعني سيغتو البنات حنا اللي كيكون داكشي عندنا اونكاستري يعني خاشينو خاصك تجبدي، كيكون طايح ما بين الفرق والفرق، كيكون طايح كيكون الخملة كيكون، فأنا ما كنتسنى حتى كنحس بالقناة تجبدو صافي لحمي ديك الساعة ما كيبقاش ياكلني. فالبنات بغيت نقول لكم هاد لي رونجمون خديتهم جداد من اسواق سلام، زوينين، الثمن ديالهم مناسب، من الكبير للمتوسط للصغير، كيسهلوا لك الحياه، كديري فيهم داكشي فريمون كيجيو دي رونجمون اللي هما زوينين. بالنسبه هذاك ليفيه اللي تحت هذاك دايره فيه حاجهكم القمامه، ودايره فيه هذاك لي رونجمون جامعه فيه لي برودوي، كنحاولوا البنات نطرفوا باش انا عيني كنبغي نشوف كلشي مطرف، هادشي اللي طلع. دزنا بيت الدراري، اكيد كيف ما شفتوا حيدت الناموسيه من بيتي وجبتها البيت
ديال الجود ديالي يعني بالناموسه ديالي يعني سامي درت لهم صافي انا نهار الاول درت فيهم بيتهم جدود الجديد غير ملي تزاد كان كينعس حدايا وداكشي راكم عارفين. فهنا راه البيت كله راه كلشي حيدنا يعني كله تغسل كلنا الباركي حكينا البالكون كلشي لي جوي ديال جوته هما خو حيدت عليا البنات جوج بانيوات ديال الوهاب اللي مهرسه اللي مشضيه اللي من هنا اللي محيد لها عين اللي محيد لها رجل اللي محيد لها رويضه لحت كلشي لحت كلشي ما نكذبش عليكم. هاد لي رونجمون زوينين حتى هما كتخديتو من اسواق السلام واحد دايره فيه سبيبطا ديال جود واحد دايره فيه العاب ديالو ومازال ان شاء الله يعني حاولوا تحيدوا لهم القديم وتاخذوا لهم هكا لعب جديده باش كيقضي فيهم وقت خصوصا الا كانوا يعني كينميو الذكاء يكونوا احسن كيكون الاثمنه ديالهم شويه طالعه ولكن كيكونوا زوينين. هنا بزاف ديال البنات غيستغربوا ولا كيصاحبوني زعما ديما في الجمال ديما زعما مهلي غير في راسي وتفيراتي في وجهي هادشي ما كنتش صراحه كنبينو معكم هادشي ما كنتش كنشاركو معكم ولكن حسيت في الفيديوهات هكا ديال روتينات ان البنات عز عليهم يشوفوا بحال هاد الفيديوهات قلت علاش لا هكا نعطيكمش ثاني شحنه ونوريكم زعما الوجه الثاني ديال ايمي بيوتي كأم كربة بيت ك يعني اي امراه كتبغي تشوف دارها نقيه جربي يا البنات جربي ديري هاد الحداقه هادي وتشوفي شحال غترتاحي كيف ما يعني كنمشيو للحمام باش نرتاحو كنديرو يعني نتهلاو في راسنا باش نرجعو وجهنا وداكشي باش نرتاحو تدويرتنا اهم حاجه الا كان ظهرك مسخر ما ترتاحيش واخا ما عرفتيش شنو ديري. لا شوفوا ما تنساوش يا البنات اللايك ديروا لي جيم لا فيديو خليوا لي تعليق زوينه هكا باش عرفتي معاش كنمونطي لكم فيديو مع 3 الا ربع ديال الليل تنعسو وليداتي تا كلشي في امان الله تيشا نقول لكم يعني باش تلقاو الثقيل وتسمعوا لا فيديو نتوما مرتاحين بغيكم يعني كلشي يكون تستاهلوا نتوما غير الحاجه زوينه. فهاد تيبي هادي حتى هي كنت محيداها مع الشتا وصراحه جاتني شويه سخونه فعاد درتها مع الصيف رجعتها تاني دابا وفرح ولدي صراحه ملي شافني رجعتها مشى تخشى فيها ديريكتوم وخا عارفه الوليدات دغيا دغيا كيملوا ديري لهم الحاجه دغيا كتطلع ليهم في الراس. فصافي هنا البنات كل حاجه طرفناها تولناها باقي ليا ثاني حاجه هي انني حوايج وليداتي نحيد ديال الشتا ونرجع ديال الصيف وبالافراسكم ما كنحملش طول الحوايج اعدى حاجه عندي هي نطول الحوايج ونشر ما كنحملهاش وهاد المهمه الصراحه ماما الله يعطيها صحيتها ملي كتجي كتهنيني عزيز عليها تنشر كتحمق على النشر وانا كنكره النشر انا عطيني الطياب عطيني هكا نوصل معايا عطيني نحك عطيني ما نحملش البنات النشر البيتا هو كلشي في امان الله كلشي تمسح كلشي نقي كلشي معقم بغيت تبقى لي غير طابي هكا لبيتهم وكنعاود نقول لكم باغا نبدل بزاف ديال الحوايج وكنقول يا ربي تسهل عليا نتحول يعني كنحاول نغمض عينيا حيت كتاخدي دوير عارفه راسك يعني غتبقي فيها كتغامري معاها ولكن عارفه راسك انا واحد النهار غيجي وغتحولي كتقولي يعني غير مضيعه الفلوس وصافي. وهنا كنا سالينا التخمينه ديالنا ما كاينش قنت صالون حاجهكم تواليت بيت نعاس بيت الدراري سيجور الكوزينه كلشي تجبد اشنو بقى لينا البنات باش ما نساوش بقى لينا غير هكا ستفور معايا لقات فين دابا نشارك معكم المجوره فين كيديروا الكويسات فين كديري دابا نشارك معكم ان شاء الله. وحاجه وحده باقا ليا هي انني نحل الفران عندي كيتحل بالفيزات ومسح الوزاجه ديالو راكم عارفين كيتقطر لنا فيها كلنا عارفين هادشي ندوزو الاكله اللي هي لذيذه وبنينه كتاخدي هكا بصله كتعسليها مع شويه ديال الزبده ديال العبار كنأكد وشويه ديال زيت الزيتون كنعسلوها كنزيدو عليها الكورجيت اللي مقطع عليها هاد الشكل رقيق وطويل. هاد البنات اكله كيقولوا ليها نقول لكم هاني صراحه من اختراع ديالي كيقولها الريزوتو يعني اكله ثانيه اللي كنت كليتها في ليله الماما في محمديه ولكن ماشي بهذه الطريقه هما دايرينها بطريقه واحده اخرى بواحد الروز اخر بيض. انا الصراحه هذه من الاختراع ديالي دخلت فيها شويه ديال الخضر على قبل ولدي باش هكا كوميم ما كيبانش نهائيا الطعم ديال الكورجيت كتعطي لذه وما كتحسيش بها ميم ماما قلت لها شنو دايره والله ما عقت كتضيفي عندي هذوك الاعشاب ديري انت الزعتر وريقه سيدنا موسى الكورجيت البصله الشامبينيون خلي الكورجيت تدبل مع لي شامبينيون ولي شامبينيون لا كانوا فري يكونوا من الاحسن. كيف ما قلت لكم ريزوتو اكله ثانيه يعني كليتها وعجبتني فكنحاولكم مره نطبق مره كندير بالدجاج مره في خوي دماغ مره غير بالفطر ودابا تشوفوها معايا.
فهنا من بعد ما هبط لي هادشي كامل كيف ما شفتوا، يعني الكورجيت هبطات، البصيله تعسلات، كلشي هو هذاك. كنديروا ثوما بودر، شويه ديال الاعشاب المنسمه، الملحه، البزار فقط. هنا عندي هاد لي فروي دو مير اللي كيكونوا ديزا كونجولي صراحه، لكن عندكم غير كروفيت بوحدو يكون احسن. المهم اللي متواجد عندكم الدجاج، اي حاجه عندكم كفته اللي موجود عندك صافي كضيفي حتى هو وكتخليهم هكا تلقوا داك الماء ديالهم، تخلي البوطا مجهده يتشحروا حتى هما مزيان مزيان مزيان، وغادي تشوفوا معايا تتم بحول الله كيجيو ولداد، كيعجبوا الكبير والصغير، كيجيو معلكين وصحيين. يعني صراحه شي حاجه اللي هي زوينه ومختلفه، يعني ما فيها باس هكا نعوموا شويه في هكا. كل مره نجربوا وصفه هنديه، وصفه ايطاليه، وصفه فرنسيه، واخا ما كاين ما احسن من الماكله المغربيه. الله يعطينا الصحه على لي دير تي شي كسيكس ومعي لك شي رفيسه شي باديز. انا راه عروبيه كنقولها ديما في الفيديو ديالي، ماشي عروبيه لا، ما ماشي كنقول لكم زعما هكا باش انا البنات انا بحال هكا زعما داكشي بلدي. انا عروبيه يعني الاصل ديالي من عبده، يعني انا واخا صراحه مشيت لها وقيله شي مره ولا جوج مرات في حياتي، ولكن الاصل كيبقى اصلا. يعني اختكم فين ما حطيتوني انا معاكم، وتحيه لاي واحد عربيه كتفرج فيا كنبوسك من هنا، وتحيه للمغرب ولا الجزائريه كنتبعيني ولا جميع الدول المغربيه من طنجه حتى للكويره والجزائر كنبوسكم. حتى واحده ما تقلق عليا تقلق عليا لا ننساها ولا شي حاجه، يعني راه كلكم في القلب، وانا عارفه اللي مسانديني واللي صراحه هازين بيا الجزائريه تاع البنات فريمون والله. يعني القلب الطيب القلب الصافي، تعرفت عليكم كثرت خصوصا من حليت القناه، عرفت انهم فريمون كيساندوا المغاربه كيوقفوا معنا ولا عزاء للحاقدين. فهنا البنات زدت الروز، زدت الروز وزدت الزبده ديال العبار، وكنحاول نشحر مزيان 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 باش ما الى درنا الماء ما كيعصدش لينا الروز. الروز هما كيستعملوا واحد البيض، انا استعملت هنا الاصفر. فهنا كتشحريه الروز مع هذاك الشيء وكتضيفي الماء. الماء راكم عارفين يعني حتى كي على هذا الشكل صافي، وكتسدي حتى كيطيب الروز ديالك. ومني كيطيب الروز اشنو كنزيدو؟ ورقه سيناموس ما عنديش ما ضفتهاش، اللي عندها ممكن تزيدها فهي كتعطينا سمه خاصه. من بعد ما طاب لي الروز غنزيدو القشده الطريه. ها الريزوتو ديالنا واجد. هنا استعملت قشده طريه ديال واحد لا مارك قبل ما نذكر الاسم، يعني ما نقطعوش الارض ما زويناش. دابا شاركت مع ناس ديال انستغرام، ما خليت ما جربت، اللي كنطيح في وحده زوينه كنمشي ناخذها كنلقى غير بتور دو ستوك، كنلقى حيدوها خصوصا من بيم. فاستعملت انا وحده اخرى لقيتها بعدا شويه خاطره، يعني نفسات عليا جاب الله جبت جوج انواع، يعني عرفت راتي غنلقى شي وحده خايبه. فهنا عطاتني واحد التعليكه اللي زوينه، شوفوا البنات جات بنينه بنينه وما كتحسيش كاع بالكورجيت، غير الفخوي دماغ والروز كيقولوا لها البنات الريزوتو صراحه فريمون كتجي زوينه. ممكن تزيدي الفرماج، هي صراحه كتجي بلا فخوماج ولكن بالفخوماج كتجي لذيذه. فكنتمنى من كل القلب يا الحبان الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، قولوا لي كيف جاتكم اي بي بيوتي اون مود حدايا. يعني ما كاينش غير الجمال في حياتنا، باش نرتاحوا نفسيا دارنا تكون نقيه، وليداتنا نفسنا، يعني كل مره والله يهدينا اجمعين. وبغيت نقول لكم عاود عواشركم مبروكه، وغنخليكم مع التتمه ديال لا فيديو. كنبوسكم من هنا، ما تنساوش اللي اول مره تشوف القناه تشترك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد، وما تنساوش انستغرام ديالي في اول تعليق. كنبوسكم، سلام عليكم.